ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا روح تضامن من سيدة للساكنة المتضررة من زلزال الحوز. في موقف نبيل ومؤثر تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه سيدة وهي تحمل قارورة زيت من أجل المساعدة بقدر المستطاع لساكنة المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلا كبيرا من لدن النشطاء من خلال تعليقاتهم، والذين أبدوا إعجابا منقطع النظير بالروح الوطنية والتكافل في ظل ما نعيشه. وقد أعطى المغاربة بحق درسا لن ينساه العالم في التآزر والتآخي. الصورة أبلغ من التعبير. الله يطول العمر هذه الحجة، جزاها الله خيرا. الله يطول العمر. يعني اليوم الثاني يعني روح التضامن، هادو هما المعاجل الأصيلة، هاد الشريفة جزاها الله خيرا. الله يثبت لك العمل الوالدة، الله يثبت لك العمل الوالدة، الله يجعلها في الميزان المقبول. يعني الحمد لله المعاجل الأصيلة